هو جمع هؤلاء الفنانين والفنانات من أكثر من دولة عربية. دكتور هيراتش، بجد أنا بهنيك على هذا المهرجان الناجح الجميل. مع المستقبل اللي حيصير إلي عريس الهنا. وأنا فرحان أن أنا كنت من أحد المكرمين. ده بيعني لك اليوم بهالجمعة الحلوة جرى تكريمك من قبل الحاضرين وأعطي لك لقب ملك الزمن. لكن أنا دائما بقول التكريمات العالمية أو دولية أو محلية كلهم حلوين، بس لما يجي التكريم من شخص أو من أشخاص، مجموعة من أشخاص، إن عن جد اللي قريب منك وبيعرفوك من آلة ذات، هذا شيء بيعني لي كتير. يعني أنا بفتخر بهالتكريم، لأنه تعرفي التكريم هو أنه شو بالنهاية، أنه معنوي، ولكن هذا المعنوي بيعطيك بوش أنه أنت ماشي على خط المزبوط. وإذا أجوا من الأصحاب اللي حوالي، من الناس اللي حوالي، معناتها أنه الآتي أعظم. الرسالة اللي حبيت توجهها من خلال هيدي الجمعة شو حبيت تقلهم؟ أنا بدي أقول لهم أنه أنا ما كنت صراحة ما كنت عارف أنه رح نوصل لهالنقطة. يعني اشتغلت 7 أشهر، أنا والأكيب كله اشتغلنا 7 أشهر. شفتوا مبارح بالريبورتاجات، يعني كان تيابنا شتوي إذا لاحظتوا، يعني بلشنا من أول الشتاء زيارات ببيوتهم وكل شيء، بس ما كنت عارف أنه رح نوصل لهالدرجة من النجاح. الحمد لله الحمد لله. ولكن أكثر شيء فرحني بالمهرجان لما غنى جوزيف عزار مع الكورال، وكل الجمهور الموجود كانوا معلقين العالم اللبناني. كل محبين زمن جميل شو بتقلن ينتظروا بالموسم الثاني؟ لا قلت لك يعني الآتي أعظم، لأن هلأ فابيان ما فيني أنا ضل على نفس المستوى، لازم أقدم حق، يعني لازم أتقدم أكثر بنفس الوقت. يعني إذا أنا جيت مثلا قلت سنة الجاي تعرفوا أنه هالسنة بدنا نقفي المهرجان، بحس أنه أنتم ما رح تقبلوا، بتقولوا عودتنا كل سنة على 20 شخص شخصيات جديدة. ف يعني مسؤولية عم تكبر، عم بعطي من وقتي كتير. يعني إذا بدك الصراحة عم انسى أنه أنا عندي حياتي ولازم كمان عيش وسافر كتير. سفراتي عم يكونوا ضمن الشغل الزمن الجميل أو العمليات، بس للترفيه هيك ما عندي كتير وقت. بس مثل ما بيقولوا عم بزرع وعم بحصد. شو رسالة ممكن توجهها لدكتور هراج من بعد تكريمك ومن بعد هالجمعة الحلوة؟ كل جمعة مع الأحبة، مع الضيوف اللي جايين من خارج لبنان، من كل أقطار الدول العربية، مع اللبنانيين، شو بيفرح القلب؟ يعني في أحلى منا هيك تجتمع أنت والأصحاب والأحباب. أنا بقوله دائما ربنا معاك دكتور هراتشي، وتعمل من أعظم لأعظم دائما يا رب إن شاء الله. وأنا فرحان أن أنا كنت من أحد المكرمين في مهرجان جميل زمن جميل اللي أنت عملته. طبعا أنا بشكر الدكتور هراتش على هذا العمل الجبار اللي قام فيه، وجمع هؤلاء الفنانين والفنانات من أكثر من دولة عربية وكرمهم، وهذا شيء جميل جدا وإحساس لطيف كسبناه من خلال الليلة. كنت عم بتقولي من بكرة أنت عند دكتور هراتش لتعمل هيك رتوشات حلوين. أنا من بكرة صبح مداومة عنده. اي والله والله عم بحكي صحيح، أنا ما بكذب، أنا عم بحكي الدري. أنا يمكن أكثر معجبة بالدكتور اللي قاعد جنبي، لأنه مع المستقبل اللي حيصير إلي عريس الهنا. هل رح تخضع لعمليات تجميلية أو لمسات سحرية من عند دكتور هراتش؟ والله هو إذا بيقول لي تعي لأعمل لك عملية بجي، بس أنا بعمري، ها شوفي وشي، بعمري ما عملتها، بخاف من البنج يا ماما. بنج موضعي، قال لي بنج موضعي، خلص من بكرة أنا رايح لعند الدكتور. أنا بتهتم النهاردة بجماله وحلاوته. دكتور هراتش، بجد أنا بهنيك على هذا المهرجان الناجح الجميل اللي بينافس أكبر مهرجانات حقيقي حقيقي، لا يقل عن أي مهرجان في التنظيم والحرفية والترتيب. وبعدين أنا بحييه كمان على فكرة يعني تكريم الناس اللي قدموا عطاء. انبسطت انبساط غير عادي وبهجة، وعرفت إن الشعب اللبناني عمره ما بيأجل حياته، عمره ما بيأجل حياته، بيعيش اللحظة، وده أجمل ما فيه.
الدكتور هراتش عم بيعمل شغلات صعبة كتير، بس لو ما قلبه كبير وإيمانه كبير ما بيعمل هيك ولا بينجز هيك أعمال حلوة. بكفي إنه جمعنا فنانين من كل الدومينات، ممثلين اللي بيغنوا كبار وصغار، جمعنا على كلمة حلوة اللي هي الحب والتفاني في سبيل الإنسانية. هيدي شغلة رائعة منه.